حاجة اسمها أندية الفتاة، دي موجودة في مراكز الشباب. الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هو قرر إقامة أماكن ثابتة لعرض منتجات أندية الفتاة والمرأة، ده طبعا لأنها أندية منتجة بمختلف مراكز الشباب، ولأن أندية الفتاة دي بتقدم أنشطة وفعاليات وبتهتم بمبادرات إحياء الحرف التراثية والمشغولات اليدوية والتطريز والجلود والمأكولات والخياط، حاجات كتيرة ومختلفة بصراحة. خلينا نقول مراكز الشباب برضو يعني لو احنا بصينا لها كريمة، مش مفروض تكون رياضة بس، هي مفروض فعلا يكون فيها أنشطة اللي هي بتنمي من مواهب الشباب والفتيات، فأعتقد دي نقطة أو يعني مبادرة كويسة جدا وضرورية انها تكون موجودة. مظبوط، مليون في المية. كمان الدولة بتهتم بالموهوبين في مختلف المجالات، سواء بقى رياضة فنون غيره. الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتمع باللجنة العليا لاكتشاف ورعاية الموهوبين، ودي نقطة في منتهى الأهمية الحقيقة. دي بتشمل ممثلين من وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والاتصالات والثقافة والتنمية المحلية والإعلام ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. طبعا في خطة في المرحلة الجاية لاكتشاف ورعاية الموهوبين وتطويرها من أجل الوصول لأكبر عدد ممكن من النشء والشباب واكتشاف مواهبهم في مختلف المجالات. طبعا دي حاجة يتقال عليها إن هي انعكاس لاهتمام القيادة السياسية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمامه الحقيقة باكتشاف الموهوبين في مختلف المجالات واستغلال طاقتهم والعمل على تطويرها. طبعا وزير الشباب والرياضة أكد أنه هيتم إنشاء قاعدة بيانات لكل الموهوبين وإطلاقها من خلال منصة رقمية في كافة المجالات. ده خبر مهم جدا، وبالمناسبة دي نقطة في منتهى الأهمية بنتوجه بيها لكل أولياء الأمور، لكل الآباء والأمهات. لما تحسوا أن أولادكم عندهم يعني شبهة موهبة في حاجة معينة، مميزين في أمر ما، لازم تاخدوا بالكم من التفصيلة دي وتنموها وتدعموها وتطوروها. كلام محترم جدا، أنا بتفق معاك. نروح بقى للكارثة اللي احنا لسه ما زلنا